بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مرة أخرى. في بداية الحلقة كنت اتكلمت عن معرض ظهور الربيع وتواجد معالي الوزير وبعضا من القيادات. معانا تقرير مهم جدا وكلمة معالي الوزير أثناء افتتاح معرض ظهور الربيع. مستشار وزير المجالس النيابية، وطبعا بنشكر معالي المحافظ الجيزة على انه متواجد معانا. طبعا احنا في اطار محافظة الجيزة وبنشكر الحضور معانا في هذا المكان. في البداية زي ما انتم حضراتكم شايفين كده المعرض بيتطور من سنة الى اخرى. احنا حاليا نعتبر في الدورة 89. زي ما حضراتكم شفتوا مستوى العارضين اصبحت مساله نباتات الزينه ومستلزمات الانتاج والمنتجات الازهار وكذا اصبحت صناعه واصبحت تستخدم في التصدير. زي ما شفتوا كده اصبح جانب كبير من العارضين بيصدرهم، وبالتالي احنا بندعمهم في اطار زياده دخل الدوله من العمله الاجنبيه. بنقدم لهم كل الدعم وكل التيسيرات. وجودهم في هذا المكان عشان يعرضوا منتجاتهم، الناس تشوف حجم التطور في هذه الصناعه. زي ما بقول كده اصبحت صناعه. احنا عندنا هذه المساحه اكثر من 240 عارض، عندنا مساحه حوالي 31 الف متر، عندنا نوعيات زي ما حضراتكم شفتوا باشكال مختلفه، سواء يعني كل انواع النباتات والصبار وخلافه، عندنا نوعيات كثيره جدا موجوده في هذا العرض، مستلزمات الانتاج موجوده. فاحنا طبعا وجودنا في هذا المكان عشان ندعم اصحاب هذه الصناعه، عشان نوري للمجتمع ان هذا الامر نباتات الزينه ونباتات الزهور واصبحت صناعه ومستلزمات الانتاج بتاعتها بنهتم بها عشان بتستخدم في عمليات التصدير ودعم التطور في الدوله المصريه. كمان من الحاجه الكويسه ان احنا داخلين على التغيرات المناخيه، وبالتالي مساله التشجير والمساحات الخضراء واهميه تواجدها اصبح هذا الامر وهذه المعارض بتعطي فرصه لان احنا نزود حجم المساحات، وبالتالي دي تعتبر من اجراءات التكيف مع التغيرات المناخيه. وكمان طالبنا زملائنا العارضين انهم يساهموا معانا في انهم يساعدوا في يعني زياده المساحه الحاضره وتشجير بعض الشوارع في كل المحافظات، كل حسب تواجده. فاعتقد ان دي فرصه ان احنا ندعمهم، نقدم لهم كل الدعم. وزي ما حضراتكم شايفين الناس موجوده فتره طويله، بنتيح لهم الوقت الكافي يعرضوا منتجاتهم. ودي دعوه لكل الناس اللي عايزه تتفرج على هذه الصناعه. اهلا بحضراتكم يعني. We'll be right back.